أكاديمية علم الفراسة الحديثة للمؤسس العالمي الدكتور عصام السلواني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. يعني قديما في عام 2001 2002 و2003، طبعا لما أنا قلت 2001 2003 أنت بتتكلم عن سنتين وشوي. هذول السنتين كانوا عبارة عن مخاض الفراسة عندي، أو مخاض الفراسة في علم الفراسة الحديثة وليس الفراسة القديمة، لأن الفراسة القديمة حقيقة لا تمت بصلة لفراسة الحديثة. طيب تيجي تسألك طبعا على ماذا استند؟ بقول لك طبعا استندت عليها، طبعا استندت إلى العلم، استندت إلى العلم والمعرفة والإثباتات العلمية. قديما الرازي وأبو ابن سينا وأبو قراط وغيره ذكروا علم الفراسة بطريقتهم، نتيجة يعني شيء دل على شيء، لكن لم يعمم هذا الكلام. احنا الآن في العلم الحديث إذا لم يعمم العلم لا يؤخذ به، تصبح نظريات وبالتالي فرضيات، ثم ما تلبث إلى أن تهلك وتزول. بينما علم الفراسة القديم لقد تحدث عنها الكثيرون، ولكن كانت عبارة عن ماذا؟ عن آراء، أبحاث، دراسات، أقوال، لا يوجد من تابع وتتبع لأقوالهم. فمثال ذلك كثير تجد على النت موجود هناك صفة العيون، صفة الأنوف، صفة الكذا، ولكن في حقيقتها جميعها متناقضة. فمن تتبع ومن كانت لديه ملكة التتبع الحقيقي وجد أن هناك تعارض ما بين علماء الغرب ما بين علماء ليش المسلمين. فالرازي مثلا يقول عن صاحب العين الزرقاء بأنه أبله غبي، بينما فراسة العلماء أو باحثوه أوروبا قالوا أن صاحب العين الزرقاء هو شخصية لامعة ذكية. الأنف قالوا أن صاحب الأنف الأقنى أو الأنف الروماني هو صاحب شخصية مغوارة، قائد فذ. وللعلم لا يوجد عند العرب أصحاب هذه الأنوف، بينما صاحب الأنف اليهودي على قول الرازي صاحب خساسة، وهو ما تميز فيه يهود دمشق ويهود أوروبا. لكن نقل وتناقل هؤلاء الباحثون الصفة التي تخصهم وجعلوها في أفضل حال. مثال ذلك سير بيرت، شخصية في التاريخ أخذ لقب سير من بريطانيا، من ملكة بريطانيا، لأنه زور تاريخا كامل، اعتمد على هذا التزوير أغلب أباطرة أو أغلب حكام أوروبا، وقامت الحرب العالمية على هذا الأساس تقريبا التي هي سيادة العرق. فقالوا إن العرب والحيوانات قريبون من بعضهم البعض، أي أننا نحن بالدرجة الأعلى. قالوا أن أصحاب الوجوه العريضة الطويلة التي هي في الأصل إنجليزية هم أذكى البشر. قالوا أصحاب الوجوه المتوسطة اللي هم العرب هم أغبياء ولا يصلحون لسياسة ولا يصلحوا لعمل ولا لإدارة، فقط هم خدم وبعض القضايا التي لا يليق أن نقولها عنهم. وقالوا أن أصحاب البشرة السوداء اللي هم الأفارقة هم حيوانات، وخرجت نظرية دارون على نفس القضية. إذن القضية مسيسة بالنسبة لهم، فلماذا أنا أخذ من الغرب وعندي أصول حقيقية علمية وصلت إليه بفضل الله سبحانه وتعالى تبحث عن هذا العلم؟ فنعود إلى قول الأصل، كيف نستدل؟ فنقول نستدل في على علم الفراسة من خلال 1+1=2، سموها المنطق العلمي والمنطق التجريبي. ليس لنا علاقة بالتكهن ولا بالتوقع، وليس لنا علاقة بالتنجيم مطلقا. فالفراسة علم، يعني علم يبحث عن السبب والمسبب. إذا كان فإن جملة شرطية، هذا الكلام ليس قول عصام. لذلك عندما قلت لك في عام 2001 و2002 و2003 كان الهدف من العملية برمتها أن أصل إلى مصدر حقيقي ألتمس منه أو أخذ منه العلم،
فكانت البداية. فوجدت جميع الكتب القديمة غربية أو عربية قديمة، سواء كانت عند القيافة والعيافة والريافة عند العرب قديما قبل الإسلام أو بعد الإسلام، عيد الرازي وابن سينا، كل ذلك كان في تناقض مع الغرب. فقمت بالتنقيح على أسس علمية بحتة، ليست تكهنات وليست توقعات وليس خيال كما فعل فرويد ويونغ وغيره. في علم الناس كانوا يتوقعون، يحدثون الأمراض النفسية التي فيهم وجعلوها في الناس. لا، هذا البحث الفراسة اللي قمت فيه وفضل الله سبحانه وتعالى هو بحث علمي حقيقي أصيل، لا يوجد فيه دجل ولا يوجد فيه تكهن، وعلم أطروح الدكتوراه كاملة موجودة في الجامعة. استندنا إلى علوم حقيقية مثبتة. أما من قال أو ادعى بأن الفراسة هي تكهن أو كهانة أو تنجيم أو هي علوم في الأصل كانت غربية ونقلتها، والعياذ بالله، أنا استندت إليها كأدب نظري، كمعلومات، كاستراتيجيات عمل، لكن لا يوجد نتيجة واحدة، وبالتالي أطلقت عليها التطبيق الذي يختص بتحليل الشخصية. تابع قناتنا على اليوتيوب وتواصل معنا عبر سناب شات، إنستغرام، واتساب.